أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا بنتابع أخبار كورونا عالميا وجوه مصر. في بعض الأخبار خرجت من كام يوم بتقول إنه في متحور جديد من الفيروس اسمه المتحور المتوحش. إيه حكاية المتحور المتوحش ده ومقارنة بدلتا هو عامل إزاي؟ خلونا نعرف ونفهم الحكاية عاملة إزاي من ضيفنا الكريم اللي بينضم لنا عبر زوم، الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. صباح الخير عليك يا دكتور. وإيه حكاية المتحور المتوحش؟ وهل هو مقارنة بدلتا هو أصعب من دلتا؟ أقول له هل هو متوحش فعلا؟ صباح الخير أستاذ هدير، صباح الخير أستاذ شاذلي وكل المشاهدين، أهلا وسهلا. على فكرة إحنا اتكلمنا مع بعض في صباح الخير يا مصر على المتحور المتوحش ده قبل كده. على فكرة الفكرة هو مش متحور موجود دلوقتي، بس هو ده تخوف من ان لما كنا بنتكلم ان دلتا ممكن ما يكونش ده اخر متحور موجود، ده بدايه تحور جديد. طبعا احنا زي ما عارفين وكلمنا كتير، هو الفيروسات خلقت لتتحور، فهي بتتحور باستمرار، وفي نوعين من التحور: تحور عادي ما بيغيرش من خصائص الفيروس ان هو يهرب من اللقاح او ان اللقاح يبقى مش فعال معاه، وفي تحور تاني بيسميه تحور هروبي او اسكيب ميوتيشن. التحور الهروبي ده بيخلي ان الفيروس يغير شكله، فبالتالي كل اللقاحات اللي احنا اديناها هتصبح غير ذي جدوى. ده التخوف ان احنا يبقى عندنا سوبر فيروس، زي ما عندنا في البكتيريا حاجه بيسموها سوبر باج، يبقى عندنا فيروس كده متوحش ما بيأثرش فيه لقاحات، فاضطر اعيد تاني كل المليارات الجرعات اللي انا اديتها دي من اول وجديد. طب هو التخوف ده موجود ليه؟ موجود لان الفيروس لما بسيبه فتره طويله بينتشر من غير ما يبقى فيه اي عمليه ردع، زي مثلا عمليه تلقيح سريعه، هيبتدي كل مره فرصته من ان هو يعدي من شخص لشخص اخر ممكن يغير شكله. وكل ما عمليه التطعيم تبقى بطيئه، كل ما الفيروس ذكي بيبتدي يحس ان هو عنده مشكله، هيبتدي يحس ان انا ليه الشكل بيتغير عظيم، وبيبتدي في مقاوم من الجسم، طب انا هغير من نفسي، هغير من شكلي. طيب يعني يغير عمليه التحور دي يا دكتور عظيم من الشكل الاساسي ويصبح عنده شكل مختلف. الشكل المختلف ده هو اللي بيسموه المتحور الوحش. طيب هو عشان الناس تفهم اكتر بقى يا دكتور اسلام، عمليه التحور دي بتيجي، الفكره باختصار هو مش حاجه موجوده بالفعل عشان الناس ما تقلقش، لسه ما فيش الحمد لله التحور الهروبي ده ما حصلش، هو التخوف ان هو يحصل. احنا تقريبا من اول شهر يناير او فبراير احنا قلنا ان في تخوف لو فضلت عمليات التلقيح بطيئه بالطريقه دي ان يبقى فعلا في تحور جديد هروبي، التحور ده سوبر فيروس يهرب من اللقاح. انا عظيم. طيب كنت بسأل حضرتك انه عملية التحور دي بتتم داخل جسم المريض لو هو مصاب بسلالة معينة وعدى شخص اخر، فالشخص ده مثلا قعد مع ناس مصابة بسلالة اخرى فبيطلع لنا سلالة جديدة. طيب هو حتى الان زي ما الدكتور اسلام قال انه مفيش المتوحش ده ما ظهرش. دكتور اسلام، ايوه انا معاكم. كنت بقول لحضرتك انه عملية التحور دي بتتم داخل جسم المريض من واحد للتاني، ده مصاب بسلالة، ده مصاب بسلالة تانية، فبيطلع لنا سلالة جديدة. ده صحيح. يعني هو الفيروس كل مرة بيريبليكيت، يعني بيتكاثر، كل ما بيغير بطريقة بسيطة من شكله، لغاية ما في مرة كده بالصدفة يبتدي شكله اللي اتغير ده يخليه يساعده أكتر على البقاء، فيثبت على كده، يعني يعجبه المنظر بقى الجديد ده، فيفضل ثابت على المنظر الجديد، يبتدي يطلع منه سلالة. احنا لغاية دلوقتي اللي موجود يعني في سجل منظمة الصحة العالمية للمتحورات هم 9. 5 منهم بيسموهم تحورات ذو أهمية، يعني أنا محتاج بس أدرسهم وأخد بالي منهم، وفي متحورات عاملين قلق بيسموهم أوف كونسيرن، يعني مقلقين. الأوف كونسيرن دول أو المقلقين دول هم 4 فقط، اللي هو ألفا وبيتا وجاما ودلتا اللي احنا كنا دلوقتي عارفين. ده معناه ده متحور غير من شكله الأساسي وفي خطورة من ان هو يبتدي ينتشر بطريقه مختلفه ويؤثر على اللقاحات. طبعا دلتا كان متحور بين البنين، يعني ما بين ان هو تحور انتشاري وابتدى انتشاره يبقى اسرع بكتير من الفيروس الاصلي، ومن ان غير شويه في خصائصه ان اصبح اللقاح فعاليته اقل. فبالتالي مثلا اللي احنا كنا بنتكلم دايما فايزر وموديرنا مثلا فعاليتهم 95%، لا بقى قدام دلتا
88%، أسترازينيكا بقى 67%، لكن حتى الآن فعال. سينوفارم وسينوفاك بقوا 51% وهكذا. دكتور إسلام، يمكن عايزة أقف مع حضرتك عند فكرة تحور الفيروس واللقاحات، لأنه في ناس بتربط بين ده وبين ده وتقول لك طب ما أنا هستنى وما أخدش اللقاح دلوقتي لأنه اللقاح يمكن ما يأثرش في شكل المتحور أو الفيروس اللي موجود دلوقتي. ممكن تفهم الناس الفرق وإنه الأهمية بقى لأخذ اللقاح علشان ما نوصلش لمتحورات أكثر خطورة من الموجودة دلوقتي؟ النقطة اللي بتتفضلي بيها دلوقتي أستاذة هدير مهمة جدا، لأن إحنا كل النسب حتى اللي قلناها بتاعت الفعالية، إحنا كل المتحورات اللي موجودة حاليا اللقاح فعال ضدهم. محدش يظن إن هو اللقاح دلوقتي ملوش أهمية، بالعكس حتى النسب اللي هي قلت دي قلت في الفعاليه للاعراض الخفيفه. يعني مثلا لما بنقول ان فايزر ولا موديرنا ولا استرازينيكا قلت الفعاليه بتاعتهم شويه، دول قلت عشان ان حد ما يجيلوش اعراض خفيفه. لكن لسه كل اللقاحات سواء اللي موجوده في مصر او في جدول منظمه الصحه العالميه في العالم كله فعاله ضد الفيروس الاصلي وكل المتحورات، ان الشخص يجيله اعراض عنيفه حاده يخش مستشفى او لا قدر الله يتوفى. فبالتالي اللقاح مهم عشان حاجتين، اول حاجه عشان احمي نفسي ان ما يجيليش اعراض حاده سواء من الفيروس الاصلي او المتحورات، والحاجه الثانيه ودي المهمه جدا على مستوى العالم ان انا اقلل فرصه ان الفيروس يتحور. كل ما اللقاحات تزيد، كل ما الناس واخدين لقاحات اكتر في وقت قليل، كل ما فرصه ان الفيروس يتحور تقل. ده مهم جدا الفتره القادمه. طيب بس ده خلال الفتره اللي فيها اجسام مناعيه، يعني فكره ان اللي حصل على لقاح لما بتجيله كورونا بتيجي باعراض بسيطه او متوسطه حتى ما بنحتاجش ان احنا نروح المستشفى، ده في الفتره اللي فيها اجسام مناعيه، اما بعد الفتره دي ما بتنتهي خلاص الموضوع عادي جدا. هي دي الدايلما بتاعت او دي مشكله العالم حاليا استاذ شاذلي، لان انا عشان احد من التحور انا محتاج ان انا ادي العالم كله اللقاحات في خلال المده اللي العالم كله عنده مضادات اجسام اللي هي تقريبا 8 شهور. فانا لو كان عمليه التطعيم حتى لو ما فيهاش عدم عداله التوزيع لو كانت بطيئه فبتعدي 8 شهور، مع كده برجع الناس اللي كانوا واخدين التطعيم تاني للمربع صفر، هحتاج ان انا اعيد من الاول. فانا لازم تبقى عمليه التطعيم فيها عداله توزيع، ده واحد. نمره اتنين تبقى سريعه عشان بعد 8 شهور ما اجيش اقول زي امريكا كده انا مضطر ادي جرعه ثالثه، واللي انا في رايي ان حاليا ما هياش اولويه في ظل ان في ناس ما خدوش جرعه اولى. يعني انا رايح ههدر تقريبا لو العالم متقدم هيدي جرعه ثالثه، ههدر في حدود مليار جرعه على للعالم المتقدم على سبيل مثلا بلاد افريقيه ما حدش خد فيها جرعه اولى، او ان انا ادي جرعات للاطفال اقل من 3%. او ان انا ادي جرعات للاطفال، كنا لسه بنتكلم امبارح ان الصين هتبتدي تطعم الاطفال من سن 3 سنين. الموافقات يعني حاليا احنا خلاص في موافقات من اول 12 سنه ومعظم اللقاحات مقدمه على اقل من 12 سنه. ده برضو لو حصل هيرجع تاني مشكله عدم التوزيع تزيد اكتر مش تقل. يعني انا اتمنى ان يعني الفتره القادمه 2022 بالذات، لان احنا عمالين نطول في فتره الجائحه، نبتدي ناخد الاولويه للعالم كله مره واحده، كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، والكوادر الطبيه في العالم كله مش بلد بلد. لان انا كده انا مش هطول بس لبلد واحده هحمي الشعب بقيه الشعوب، لا انا كده ممكن اقعد 3 سنين كل ما يعني ادي اللقاح يطلع لي متحور جديد. صحيح. احنا عشان نخلص من الجائحه دي مره واحده زي ما منظمه الصحه العالميه وزي ما كل العلماء نفسهم يحصل، في خلال 8 شهور ابتدي عمليه تلقيح عالميه وتخلص في خلال 8 شهور. هل الكميات اللي موجوده في العالم تكفي؟ هي تكفي، بس المشكله كلها في الانانيه وفي التخزين. في دول مخزنه كميات من اللقاحات تكفيها 3 سنين قدام. فطبعا المشكله دي هتفضل موجوده طول ما في عدم عداله توزيع طبعا للأسف. لكن دكتور إسلام، فكرة تطعيم الأطفال يمكن جت من فكرة انتشار دلتا بين الأطفال، أعتقد أنه من هنا جاي فكرة أنه ندي اللقاح للأطفال أو المراهقين فوق 12 سنة، حضرتك شايف ده إزاي؟ يعني هو تاني أولوية، يعني أنا دلوقتي عندي أولوية فتح المدارس وأن أنا أدي للأطفال اللقاح، عندي أولوية تانية أن في ناس بتموت من الفيروس، طب أنا مفروض أمشي كسياسة صحية أمشيها إزاي؟ أمشي أن أنا أول حاجة واهم حاجه امنع وفيات، مفيش اي حاجه تبقى اهم من ان انا امنع وفاه بني ادم، ده نمره واحد. عملت ده واديت اللقاحات لكل الناس اللي ممكن تتوفى نتيجه الفيروس. المرحله الثانيه ان انا ادي كل الناس اللي حوالين الاطفال، ده اللي مثلا حاليا مصر بتعمله، ان انا ادي للكوادر التعليميه كلها اللقاح وادي للاهالي كلهم. حضرتك هنا في الكلام معتمد على فكره اللي ما خدوش اللقاح في المرحله الحاليه، ده معناه ان انا على الاقل حميتهم، لان هم معظمهم بيجيلهم الاعراض خفيفه، نسبه
الوفيات ضمن الأطفال أقل من 0.1%. منعتهم افضل يعني يا دكتور. بالظبط، مناعتهم أحسن وفرصتهم أحسن، فأنا تمام. أحميهم من إن أنا كل اللي حواليهم يبقوا متطعمين وهم يجوا في المرحلة التانية بعديها على طول، زي ما الخطة اللي موجودة في مصر حاليا، وأنا شايفها خطة جيدة للغاية. أنا ماشي بترتيب الأولوية على حسب مين اللي عنده فرصة يعني أكتر إن هو يجيله أعراض حادة أو لا قدر الله يتوفى. طيب هل في دراسات اتعملت يا دكتور على الناس اللي حصلوا بالفعل على اللقاح الجرعتين او حتى الثلاث جرعات وجات لهم كورونا بعدها وكانت كل الاصابات متوسطه او بسيطه؟ دي اتعملت الدراسه دي في امريكا، ولو ان الوفيات حاليا هي موجوده ضمن الناس اللي ما خدوش اللقاح. الناس اللي اخذوا اللقاح جات لهم الاصابات من خفيفه الى متوسطه، نسبة اللي دخلوا مستشفى أقل من 2%، نسبة اللي توفوا أقل من 0.1%. ده معناه إن خلاص موضوع بسيط، يعني الدول اللي خدت اللقاحات، الناس اللي خدوا اللقاح بيجي لهم أعراض متوسطة، فما أجيش أقول أنا دلوقتي مش مهم أخد اللقاح ما أنا خلاص هتجيلي بسيطة، لا الله أعلم. التحور ودلتا دلتا بلس، لو حد مش واخد اللقاح بتيجي في عمر قليل جدا، ما نعرفش مضاعفات شكلها عامل إزاي. السبيل الوحيد قدامنا حاليا هو اللقاح، مهم جدا ان احنا كلنا ناخد اللقاحات وما نعتمدش على مناعتنا، حتى لو كان حد هيجيله اصابه خفيفه ولا متوسطه. مين فينا هيبقى عايز يقعد في البيت اسبوعين صحيح، مريض باصابات متوسطه، ولا بيروح شغل ولا بيشوف حد؟ ومش ضامن ممكن ده يعدي ليه حد حاضر؟ كمان. بالظبط. والاعراض دكتور الكورونا اسلام، انا بتستمر كنت بعد التعافي، عايزه اسال يعني الناس حضرتك تقعد عن 6 شهور. اختلاف الاعراض دلوقتي عشان ابتدينا نشوف اختلاف شويه في اعراض كورونا عن قبل كده، وده بيخلي الناس تقول لك لا انا ما عنديش كورونا، او يعني الكلمه بقى المشهوره ده برد مروحه، وتلاقيه برد يعني مروحة. بالظبط، نازل بقى الشغل ونازل في انا كل كان حته عندي برد مروحة دكتور. بيسلم نفسه على الف الهواء، انا سلامة ما قلتش عليك حاجه. وعلى يعني على الجميع. هو المشكلة ان دلتا ودلتا بلس اعراضها مختلفة شوية عن الفيروس الاصلي، يعني فيها اعراض رشح وفيها اعراض كحة مش ناشفة وفيها صداع وفيها انسداد في الاذن، فالشخص ممكن يظن ده نزلة برد، نزلة عادية للبرد. فعموما احنا القاعدة الأولى في وجود فيروس زي كورونا إن أي حد عنده أي أعراض هيبقى اشتباه كورونا حتى يثبت العكس، مش برد مروحة لغاية ما يثبت إن هو كورونا، يعني عكس اللي الناس بتقول. خصوصا الفترة دي احنا عندنا مدارس والمدارس دخلت، فمهم أي حد عنده أعراض برد إن هو يشك إن ده كورونا ويتعامل على إنه حالة اشتباه كورونا مش حالة برد. ده مهم جدا عشان ما ينشرش العدوى. انا ممكن حد يبقى عنده الاعراض خفيفه شبه البرد بالظبط، يعدي شخص كبير في السن يجي له اعراض حاده ويتوفاه الله. فمش عشان حد جاله العدوى خفيفه هيعدي عدوى خفيفه، على فكره عشان الناس فاكره انا لو جات لي خفيفه يبقى انا عدوتي خفيفه، مفيش علاقه بين الاثنين. فده مهم الفتره دي. مهم بقى بمناسبه البرد والانفلونزا ان احنا الفتره دي خلاص بقى موجود دلوقتي لقاح الانفلونزا، فمهم ان الناس تاخد لقاح الانفلونزا عشان ما دخلش الاثنين في بعض، عشان اول حاجه خلاص اتجنب الانفلونزا. لو حد جاله اعراض ابقى عارف ان دي كورونا، اقلل الضغط على المستشفيات، لان بعض الناس اللي بيجي لهم انفلونزا بيجي لهم اعراض تنفسيه حاده بيضطر يروح المستشفى، فانا عايز اتعامل معاه على انه انفلونزا ولا كورونا. عاده هيتعاملوه على انه كورونا، انا مش عايز ده تمام. يحصل. فلقاح الانفلونزا مهم، وهو ينفع يتاخد مع لقاح كوفيد، لان ناس كتير بتسال عن الموضوع ده، ده كان السؤال حتى اللي لو كنت في اساله نفس حضرتك، اليوم مفيش مشكله. في نفس اليوم عادي؟ في نفس اليوم عادي، المهم مفيش يبقى اي يعني مشكلة. دراع ودراع يعني وخلاص، مفيش اي مشكله. لسه هو كده التقرير الدراعين مش الصدري طالع هيتحركوا ان يا الاثنين دكتور. مفيش بينهم اي تعارض يعني. عظيم، كل شكر لحضرتك دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصادات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. شكرا جزيلا ليك. وعلى فكره من اخر مره شكرا. كان موجود معانا هدير وقال لازم نلبس الماسك، وانا ملتزم جدا جدا جدا، انا واخد الجرعتين واخد كورونا قبل كده، بس من اخر مره كان موجود ضيفنا انت خلصت على خوفني، الموضوع. هو خوفني بصراحه، فمن ساعتها وانا لابس الماسك.